إلى الله مخيمنا مخيم طلائع الإيمان تحت عنوان بالقرآن نرتقي. بالقرآن نرتقي لأننا نؤمن إيمانا كاملا أن هذا الجيل، الجيل الواعد، الجيل الصاعد لن يرتقي ولن يعود لما كان عليه أسلافنا إلا بعودته إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة حبيبه المصطفى. وبالحمد لله اليوم قد وصلنا لليوم الثالث، حيث قمنا برحلة إلى المسجد الأقصى المبارك، لأننا نؤمن أن المسجد الأقصى المبارك هو من صلب عقيدتنا، فهو آية من آيات الله عز وجل، فهو الآية التي افتتحت فيها سورة الإسراء بعد قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فارتباطنا بالمسجد الأقصى المبارك ليس ارتباط بحجر أو بشجر أو بأي معنى من معالمه، ولكن هو ارتباط بقدسية وبمكانة المسجد الأقصى المبارك كآية في كتاب الله عز وجل. فنحن نسعى إلى بناء جيل يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويؤمن أن عودة الدين لن تعود إلا بعودتنا إلى كتاب الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يعيننا ويسخرنا لبناء جيل قرآني خلقه القرآن، متمثلين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام. بنعمل جولات منظمة داخل المسجد الأقصى، نستقبل مجموعة من الطلاب لنعرفهم على معالم المسجد الأقصى، نستقبل مجموعات من القدس، مجموعات من الداخل الفلسطيني، والباب مفتوح لكل الناس.